السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هنعرف كل المعلومات اللي احنا عايزين نعرفها بخصوص البحث المدرسي وآخر قرارات وزير التربية والتعليم بخصوص المشروع البحثي. في البداية خالص عايزين نعرف ان المطلوب مننا هو عبارة عن بحث واحد او مشروع بحثي واحد هيكون متعدد التخصصات، يعني في كل المواد اللي انت بتدرسها، وهيتم اختياره من بين 4 أو 5 موضوعات هتطرحها الوزارة ان شاء الله على الموقع الخاص بيها. تاني حاجة، ادائك للبحث هيكون فردي، يعني ممكن تعمل بحث لوحدك، او هيكون في مجموعة لا تزيد عن 5 طلاب، يعني 2 أو 3 أو 4 او اقصى حد 5 طلاب. نيجي بقى للتواريخ المهمة دي. ان شاء الله يوم 5/4/2020 هيكون في فيديو توضيحي لطريقة عمل المشروع البحثي عبر موقع الوزارة. ان شاء الله برضو اول ما الوزارة تعلن عنه هنعمل لكم فيديو نشرح لكم فيه طريقة عمل المشروع. تاريخ 9/4/2020 هيكون الاعلان عن جدول المشروعات البحثية على موقع الوزارة، يعني ان شاء الله يوم 9/4 الوزارة هتطرح المشروعات البحثية دي اللي هم هيكونوا يا اما 4 أو 5 مشروعات، هتختار واحد منهم وهتعمله وتسلمه ان شاء الله. في نفس الميعاد برضو يوم 9/4/2020 هتكون بداية العمل بالبحث المدرسي. هتدور بقى انت في المصادر بتاعتك والمراجع بتاعتك وتشوف هتعمل البحث بتاعك ازاي علشان تنجزه. اخر موعد لتسليم البحث هيكون ان شاء الله يوم 15/5/2020. طيب عناصر البحث هتكون عبارة عن ايه؟ عناصر البحث هتكون عبارة عن اسم البحث او عنوانه، المقدمة، محتوى البحث او الموضوع البحثي او المشروع نفسه بيتكلم عن ايه. بعد كده هتكون النتائج او الملاحظات اللي انت وصلت لها بعد اتمامك للبحث ده. بعد كده هتكتب المراجع او المصادر اللي انت جبت منها البحث بتاعك، سواء جبته من على الانترنت هتذكر الموقع اللي جبت منه المرجع ده او المعلومة او اي مصدر اخر. في حاجة بس عايز اقول لك عليها هنا، ما تنساش احنا هنقدم البحث باستخدام كود الطالب. طيب الناس اللي مش عارفة كود الطالب هجيبه منين، انا سايب لكم في الوصف اسفل الفيديو لينك هتدخل عليه، الرابط ده هتدخل عليه، هتسجل بياناتك، اسمك، تاريخ ميلادك، المدينة، وسواء ولد او بنت، وبعد كده هتظهر لك الكود الخاص بيك. طيب دور المعلم هيكون ايه في المشروع البحثي؟ ان شاء الله دور المعلم هيكون ارشاد وتوجيه الطلاب، يعني لو في اي مشكلة على المنصة طبعا هتقدر تتواصل مع المدرس بتاعك وتسأله او تستفسر منه عن حاجة انت مش عارفها او انت مش فاهم. طيب مين اللي هيقيم المشروع البحثي او البحث المدرسي بتاعي؟ الوزارة ان شاء الله هي من تتولى تقييم البحث. طيب تقييم البحث هيبقى عبارة عن ايه؟ يا اما هيكون مقبول او غير مقبول، مفيش درجات، مقبول او غير مقبول. طيب هعرف منين مقبول او غير مقبول؟ دي معتمدة على تعبك ان انت تدور انت بنفسك في المصادر والمراجع بنفسك، ما تروحش لمكان سايبر او مكان تاخد المشروع بتاعك جاهز او البحث يكون جاهز. طب انا ما عنديش انترنت، في حالة عدم وجود انترنت هتقدم البحث ده ورقيا، هتكتبه بخط كويس كده ومنظم ومنسق للمدرسة، والمدرسة ان شاء الله هترفعه على المنصة بإذن الله. دي تقريبا كانت كل الخطوات او النقاط اللي اتكلم عنها الوزير مؤخرا بخصوص البحث المدرسي. لو في اي استفسارات او اي اسئلة اكتبها لي في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليك.